يقول السائل: أنا طالب بإحدى الكليات، وفيها بعض المناهج فيها صور لنساء عاريات، وفيها دروس لتعليم الموسيقى وغير ذلك، فما حكم الدراسة في هذه الكلية؟ لا خير لك في هذه المواد المحرمة التي فيها صور نساء عاريات أو فيها موسيقى، هذه حرام ولا يجوز لك النظر فيها ولا تعلم الموسيقى أو تعلم فن الأغاني، هذا حرام. تعلم ما ينفعك في دينك ودنياك، أما تعلم الموسيقى أو تعلم الغناء أو تعلم التصوير والنظر في الصور أو غير ذلك، هذه الصناعة حرام لا يجوز لك. فتعلم ما فيه نفع واترك ما فيه ضرر وابتعد عنه. نعم.